رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكريمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. وصلنا إلى الدرس 56 خصائص الحركة. فيما يتعلق بخصائص الحركة يتعرض المصنف إلى الحديث عن مقومات الحركة ومشخصات الحركة ولوازم الحركة. هذه العناوين الثلاثة التي يستعرضها المصنف في هذا البحث. وقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي تارة عن مفهوم الحركة وأخرى عن وجود الحركة، وحدد المصنف مفهومها ثم حدد بعد ذلك أنها موجودة ردا على الشبهات التي أطلقت في مسألة وجودها. هذا عندنا ثلاث عناوين ستندرج تحت عنوان خصائص الحركة: مقومات الحركة، مشخصات الحركة، رح يجي التمييز بينهما، مشخصات الحركة ولوازم الحركة. أما مقومات الحركة فيقصد منها الشيء الذي لا تكون الحركة إلا به، بحيث إذا سلبته عن الحركة لم تعد حركة، يعني لا يكاد ينفك، لا تكاد تنفك الحركة عنها، الحركة عن هذا الشيء. هذا نسميه مقومات الحركة. مشخصات الحركة بمعنى أن هذه الحركة التي تقع في الخارج تتشخص بمجموعة مشخصات، مثل الناطقية من مقومات الإنسان، لكن إذا صار الإنسان موجودا في الخارج فله مشخصات: طول، العرض، طبيعته الغضبية، طبيعة هادئة، هذه نسميها مشخصات لأنها جزء مقوم للحركة الإنسانية، لكنها مشخصات للوجود الواقع الجزئي الحقيقي الخارجي للإنسان. فإذا تارة نتكلم عن مقومات الحركة هي أن جوهر الحركة، ذات الحركة، تتقوم بهذه الأشياء بحيث واحدة منها سقطت لا انهارت الحركة ولم يعد هناك شيء اسمه حركة. وأخرى نتكلم لا أن الحركة عندما تتشخص في الخارج ما هي المشخصات التي تلحقها، كمثال الإنسان في مقوماته وفي مشخصاته. هذا ثاني. ثالثا عندما نحدد مقومات الحركة وتتشخص الحركة في الخارج وتلحقها مشخصاتها ومعيناتها الخارجية، ما هي اللوازم والآثار الناجمة عن الحركة؟ ما هي اللوازم التي لا تكاد تنفك عنها في واقعها الجزء الحقيقي الموجود في الخارج؟ إذن هذه ثلاث مراحل من البحث. إذن مرحلة في مقومات الحركة وهي المرحلة الأكثر جوهرية، ثم مرحلة في مشخصات الحركة ندخل فيها مع الواقع الخارجي للحركة وكيف يتشخص ويتبلور في الخارج. في المرحلة الثالثة نتحدث عن لوازم الحركة. هذه ثلاثة، المقومات والمشخصات واللوازم، يسميها المصنف بخصائص الحركة. من خلالها نتعرف أكثر على الحركة. نحن في بحث مفهوم الحركة، في بحث وجود الحركة، تعرفنا على الحركة تعرفا إجماليا. الآن نريد أن ندخل أكثر إلى الحركة لتعرف عليها تعرفا أكثر تفصيليا. فلدينا إذن ثلاثة محاور. المحور الأول مقومات الحركة. يقول المصنف: من خلال تحليلنا السابق للحركة، من خلال تعريف الحركة سابقا، يمكننا القول بأن المقومات الأساسية للحركة ثلاثة أشياء، ما تتقوم به الحركة ثلاثة أشياء، يعني التغير التدريجي يتقوم بأشياء ثلاثة. صح التعبير. الأمر الأول وحدة منشأ الانتزاع، هذا من جزء مقوم أساسي للحركة، قد استخدمناه في الرد على شبهات المنكرين لوجود الحركة. ما معنى وحدة منشأ الانتزاع؟ يعني أنا عندما أنتزع مفهوم الحركة من ذلك الأمر الواقعي الخارجي، هذا الشيء الذي أنتزع مفهوم الحركة منه واحد وليس متعددا، في مقابل انتزاع الكون والفساد من أمرين متعددين. قلنا الكون والفساد وجود فعدم، وأمرين متعددين. الوجود منضما إليه في المرحلة اللاحقة العدم سميناه فساد، العدم ملحوقا بعد ذلك بالوجود سميناه كون. هذا اللي عبرنا عنه بأنه تغير دفعي يصطلح عليه بالكون والفساد مقابل التغير التدريجي الذي يصطلح عليه بعنوان الحركة. لكن في الحركة نحن لا يوجد عندنا تعدد وتكثر، لنا وحدة. هذه الحركة المكانية التي تنطلق من النقطة ألف إلى النقطة باء، عندما نريد أن ننتزع مفهوم الحركة ننتزع من هذا كله ونعتبره أمرا واحدا، نلحظه أمرا واحدا، وإلا فلو قطعناه إلى قطعتين لصار حركتين، لم يعد حركة واحدة، لا جزئين من حركة. لاحظوا
كما مثلنا في الدرس الماضي، لو مشينا 10 أمتار ثم توقفنا ثم مشينا 10 أمتار ثانية، هنا لا أمتنع مفهوم الحركة من الجميع. هنا عندي حركتين وليس حركة واحدة. إذا فالحركة عبارة عن أمر متصل واحد وليس فيه تعدد ولا كثرة، بخلاف الكون والفساد فإنه منتزع من أمر متعدد وهو وجود فعدم، تعدد عدم فوجود. أما هنا ما في عندنا ألف فباء، ما في ألف وباء، في حركة عبارة عن هي اتصالية واحدة ممتدة في عمود الزماني ومتصلة مكانيا مثلا. هذا الخاصية، هذا المقوم الأول للحركة. بمجرد أن تقوم بعملية التشطير الخارجي للحركة لم تعد حركة واحدة، صارت حركتين، كل واحد تنظر لها على حدة، تكون عندي حركات متعددة تماما مثل الإنسان. الإنسان إذا شطرت حيوانيته عن إنسانيته، إذا أمثل، إذا شطرت حيوانيته عن إنسانيته عدم، لم يعد إنسان، صار حيوان ولنفرض ناطق لكن غير هذا الإنسان الموجود الذي لا حيوانيته فيه، نفرض مثل الملائكة مثلا. فإذا لم يعد هو نفسه، عندما تشطره لا يعد هو نفسه، يصبح شيئين اثنين، لا يعد هو نفسه. أنت دائما عندما تريد أن تلحظه لا بد أن تفترضه أمرا واحدا، حيوانيته وناطقيته أمرا واحدا. هنا نفس الشيء، الحركة من النقطة ألف إلى الوسط والحركة من الوسط إلى الباء، هذه كلها حركة واحدة، ما في أنت تفصلها، إذا فصلتها تحولت إلى كثرات متعددة لا تلحظ بالأمر الواحد. أستاذ عذرا، يعني في هذا في المقام الخارجي، يعني في الواقع الخارجي نحن نرى الحركة قطعة واحدة، لكن مجرد قطعة تتحول إلى حركتين. لكن في مقام الذهن تفضلتم في بداية موضوع الحركة أن الحركة، مفهوم الحركة، شوفوا حتى مفهوم الحركة نحن نتكلم عن مقومات الحركة، ليست المقومات الذهنية، المقومات الخارجية ليس فقط الذهن، نحن نتكلم عن وحدة منشأ الانتزاع لا عن المنتزع. أنا أنتزع مفهوم الحركة من الحركة ألف ومن الحركة باء، وفي حركات كثيرة في العالم صحيح. لكنها ليست حركة واحدة، حركات. أنا أعرف ما هو الذي يقوم الحركة في الخارج، وحدتها. ليست الحركة مؤلفة من حركات، إذا لم مؤلفة من حركات فعدد هذه الحركات يكون كل واحد منها حركة. فلا أنظر، يعني نتكلم هنا عن العنصر المفرد البسيط للحركة، لا عن مجموعة الحركات المتكثرة الموجودة في العالم. هذا أول. ثاني، السيلان في الزمان، السيلان الزماني، هذا ثاني خاصية للحركة. الحركة ما هي؟ هي عبارة عن أنك تسير مثلا من النقطة ألف إلى النقطة باء، وهناك حركة سيالة في الزمان، هناك شيء سيال في عمود الزمان، وليس هناك شيء دفعي. إذا شيء دفعي صار كون فساد. صح. فإذا الجزء، العنصر الأساسي المقوم للحركة هو سياليتها في عمود الزمان، ليست شيئا بالذي يقع في آن زماني واحد، وإنما هو شيء يقع في عناصر الزمان المتلاحقة. دائما بس تفرض حركة يعني في عنصر زمني ممتد، في سيلان زمني. أما إذا فرضت نقطة ليس فيها سيلان زمني، هذه ليست حركة سكون، هذه ليست حركة، هذه صارت سكون حينئذ. إذا لا بد لكي تفرض وجود حركة، سواء حركة في المكان، حركة في غير المكان، لا بد عندما تفرض وجود حركة أن تتصور إلى جانبها، يعني في داخلها، في مقومها، في جوارحها، تتصور حالة من السيلان في الزمن، يعني حالة من السيلان، يعني الامتداد الزمني. فلا يمكن فصل الحركة عن الامتداد الزمني، لا يمكن أن تتصور عدم امتداد في الزمان وفي نفس الوقت حركة، هذا لا يمكن. بمجرد أن تفترض هناك حركة في الجسم، أن تفترض هناك حركة في المكان، أن تفترض هناك حركة في غير في الوضع وما شابه، كما سوف يأتي إن شاء الله معنا، بمجرد أن تفترض ذلك يعني أنت تفترض قطعة زمنية امتدت، في المقابل تتطابق الحركة مع تلك القطعة الزمنية. أما إذا فرض وجود حركة، لكن إذا قلت لك أن زمانها كم، قلت لي ما في امتداد زماني، أقول لك لا، هذه ليست حركة، هذه إما سكون أو شيء فوق الحركة والسكون مثل العالم المجرد. فإذا لابد كجزء مقوم أساسي للحركة من افتراض أنها لها نوع من الامتداد الزمني، لها نوع من السيلان الزمني، وليس فيها عدم امتداد زمني، صفر زمني إذا صح التعبير. هذا مقوم ثاني. إذا المقاوم الأول أن الحركة منشأ انتزاعها أمر واحد في الخارج لا تعدد فيه ولا كثرة. ثانيا، إن الحركة لا بد فيها من فرض السيلان الزمني أو الامتداد الزمني، فتتطابق الحركة مع هذا الامتداد الزمني،
فلو فرضنا حركة ما ولا يوجد في مقابلها أي امتداد زمني، فإن هذه لا تكون حركة، إما تكون سكونا أو تكون من عالم خارج إطار عالم المادة الغير المحكوم لا للسكون ولا للحركة. هذا المقوم الثاني. المقوم الثالث بحسب ترتيب المصنف ما أشرنا إليه في الدرس ما قبل الماضي من أنها عقلا تقبل القسمة إلى ما لا نهاية. قلنا نحن العقلية لا نحن الواقعية، من الناحية العقلية الحركة تقبل القسمة إلى ما لا نهاية. يعني أنت بإمكانك أن تأتي بهذا الامتداد الذي هو عبارة عن حركة تقسيم، ثم تقسم الذي على اليمين، 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 إلى أن تصل إلى ما لا نهاية. وقلنا هذا مبني على القول بنفي الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا عبارة عن تحليل عقلها. نفي الجزء الذي، بحيث أننا مهما سرنا في التقسيم للأمر الامتدادي فنحن لن نتوقف، سنبقى نفترض إمكانية للتقسيم. أي أمر له امتداد كالمكان كالزمان كالحركة، عندما تقوم بتقسيمه فإن الفلاسفة وفقا لنظرية نفي الجزء الذي لا يتجزأ يقولون لك إن هذا التقسيم في الأمور الامتدادية لم تنه، ويبقى العقل يمكنه أن يفرض تقسيما في مقابل الذين قالوا بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ. صحيح. الذين قالوا نظرية الجزء الذي لا يتجزأ يقول لك إذا قسمت لابد أن تصل إلى نقطة تتوقف في عملية التقسيم. أما الذين أنكروا نظرية الجزء الذي لا يتجزأ قالوا لا، تبقى عملية التقسيم سائرة إلى ما لا نهاية. فحيث إن الحركة مثل الزمان مثل المكان مثل الأشياء الأخرى لها امتداد، إذن فلا بد من فرض أن التقسيم فيها يمتد عقلا إلى ما لا نهاية، يعني له قابلية للتقسيم إلى ما لا نهاية. تعرف أن نظرية الجزء الذي يتجزأ كانوا يقولون مثلا الشيء الذي له امتداد إذا قسمته وبهذا القسم الذي على اليمين، هم هكذا مثلا من جملة الأدلة القديمة، هذا القسم الذي على اليمين يقولون لك أليس له يمين ويسار وأمام وخلف؟ هذه أربع أجزاء، وممكن في يمينه عين يساره، أو لا بد يكون يمينه. هذه الأدلة القديمة التي كانت تطرح مثلا في، فيقول لك فقسمناه أخذنا جزءا منه، فماذا نسأل مرة ثانية؟ حدود الإنسان أليس له جهة تقابل اليمين وجهة تقابل اليسار؟ يقول لك هذا، إذن هذا ينقسم، ولو عقلنا وعندنا في الخارج لا يمكننا أن نقسم. لكن طبعا حتى الآن الدراسات الفيزيائية تساعد كثيرا على هذا، إنهم بعد أن رأوا الذرة ظنوا أنها عبارة عن أصغر أشياء، ثم اكتشفوا أن داخل الذرة مليارات من البروتونات والإلكترونات، مليارات وليس واحد مني، وربما بعد ذلك يكتشفون أن البروتون واحد أو الإلكترون واحد أيضا قبل القسمة وإلى آخره على أي حال. فإذا ثلاث مقومات أساسية للحركة: ما وحدة منشأ الانتزاع بخلاف الكون والفساد؟ ثانيا الامتداد الزمني، تطابقها مع الامتداد الزمني. ثالثا قابليتها القسمة إلى ما لا نهاية من الزاوية التي بيناها. هذا المحور الأول، أي مقومات الحركة. المحور الثاني مشخصات الحركة. فجت الحركة تحققت في الخارج، بدنا ننظر لهذه الحركات التي تحققت في الخارج، نأخذ عناصر المشخصة لها، مثل الإنسان عندما رأيناه تحقق في الخارج في 50 شخص نأخذ مشخصاته، واحد طويل واحد قصير واحد كذا. فالآن نريد أن ننظر إلى الحركة من واقع المشخصات التي لحقت أفرادها في الخارج ونتأمل بها، هل لها سمات؟ هل لها خصائص؟ هل لها أشكال من التعين؟ هل لها أشكال من التبلور؟ وكيف؟ المصنف يجمع هذه الخصائص هذه التي هي عبارة عن مشخصات ويدرجها تحت الست عناوين. طبعاً ست عناوين بسيطة سهلة هي، ولكنها تعطينا صورة عن طبيعة تبلور الحركة في الخارج في عالم الطبيعة. هذه الأمور عبارة عن: أول، موقع الحركة. موقع الحركة، الحركة لها موقع. ما معنى موقع الحركة؟ يقول لك هذه الحركة أين تقع؟ يعني في نهاية أي حركة من الحركات لابد من مقولة ما تقع فيها. إذا مشى زيد من النقطة ألف إلى النقطة باء، هذه الحركة أين وقعت؟ تفكر أنت تقول وقعت في المكان. إذا فهذه حركة في المكان، أو هذه حركة في الأين، أو هذا انتقال مكاني، ما شئت فعبر. مرة تقول أنا الآن أعيش منذ 30 سنة، 35 سنة، 40 سنة، 45 سنة، 50 سنة، فإذا أنا في امتداد، في حركة، حركة العمر هذه، حركة عمري هذه حركة ممتدة لها خاصية امتداد.
هذه الحركة أين وقعت؟ أفكر أقول وقعت في الزمان. أنا في النهاية كأن الزمان أنا أتحرك فيه، أنا أسير فيه، هذا الزمان أنا أتحرك فيه، لكن حركة زمنية، فأنا أتحرك في كل لحظة أنا متحرك زمانا، حركة في الزمن، يعني أنا أسير في الزمن، أمشي في الزمن، لا أنني جامد في الزمن، الزمن يمر وأنا لا أمر معه، أمشي معه، أنا أمشي معه، حركة في الزمن. إذا فرض ما أتيت بكرة ها؟ وبدأت أديرها تتحرك تتغير هذه الكرة، أو أنا مثلا كنت جالس ثم نمت ثم وقفت ثم انحنيت ثم ركعت ثم سجدت، هذه حركة صدرت مني. نسأل الآن هذه الحركة أين صدرت؟ هذه الكرة عندما صارت تدور لم يتغير مكانها، بقي مكانها نفس المكان. إذن هذه الحركة في أي شيء؟ يفكر لك الشخص، يقول لك الفيلسوف، هذه حركة في الوضع، وهكذا. ومنه تأتي حركة في الجوار، يقول لك هناك أيضا حركة موقعها الجوار، كما أن هناك حركة موقعها المكان، كما أن هناك حركة موقعها الزمان، كما أن هناك حركة موقعها الوضع، كذلك هناك حركة موقعها الجوار، وسيأتي بحث فيها إن شاء الله تعالى. إذن أول شيء عندما تتبلور الحركة في الخارج، أول شيء تلحظه في تبلورها الخارجي موقعها، تقول موقعها الزمان، موقعها المكان، موقعها الوضع، موقعها الجوهر إلى آخره، وكذلك موقعها الكيف، موقعها الكذا. بدك نقول الحركة في المكان، الحركة في الكيف، الحركة في الكم، الحركة في الكذا، إلى آخره. هذا أول شيء يظهر لنا عندما نتأمل الحركات الواقعة في الخارج ونلحظ تشخصها، فنميز هذه الحركة عن هذه بماذا؟ نميزها بالموقع، نقول هذه حركة في المكان، هذه حركة في الزمان، ميزوا. لذلك عبرنا عنها بالمشخصات، المميزات. ما الذي يميز الحركات عن بعضها؟ أول عنصر مميز هو موقع الحركة. فأنا أميز سيرورتي في الزمن عن حركة يدي هذه، أميزها بأن سيرورتي في الزمن حركة في الزمن، وحركة يدي هذه حركة في المكان. هذا أول موقع، أول عنصر مشخص للحركات الخارج، هذا موقع الحركة. المشخص الثاني بحسب ترتيب المصنف مدار الحركة. طيب الآن ممكن يكون الموقع محدد لكن المدار مختلف. ما معنى المدار مختلف؟ جئنا بهذه الكرة، جئنا بهذه الكرة مرة، نحن نحركها بشكل دائري، تتحرك بشكل دائري. أنت بإمكانك الكرة نفسها أيضا أن تحركها بشكل آخر، ليس بشكل دائري، بشكل مثلا بيضاوي، تذهب تأتي هكذا مثلا، لك أن تحرك الكرة بأي طريقة تريد. الحركة في الوضع لكن مدارها يختلف، يختلف مدار الحركة التي في الوضع يختلف. قد تدور بشكل، قد مدارها، قد تكون الحركة دائرية، قد تكون الحركة بيضاوية. فإذا مدار الحركة يختلف رغم وحدة الموقع. إذن هذا عنصر ثاني في الحركة. قد تجد كرتين، كرة تتحرك بشكل دائري وكرة تتحرك بشكل بيضاوي، كلاهما حركة في الوضع. فما الذي فصل هذه عن هذه وميز هذه عن هذه؟ المدار. أقول هذه مدارها دائري وهذه مدارها بيضاوي. إذن هذه أيضا عنصر مشخص من عناصر تشخيص الحركة. إذن أولا موقع الحركة، ثانيا مدار الحركة أو محل الدوران، محل دوران الحركة. طبعا عندما نقول المدار هنا لا نقصد المدار يعني مكان الدوران، قد لا تدور، قد تكون ذاهبة وجائية، لكن المدار هنا بهذا المعنى الاصطلاحي لا بمعنى اللغة. مثل أن تقول في الرياضيات المنحني، المنحني في الرسم البياني ليس مضطر أن يكون منحني، قد يكون خط مستقيم، هذا اصطلاح هنا حتى لا يتلفن. جهة الحركة، إذن أولا موقع الحركة، دخلنا في موقع الحركة، في موقع الحركة أشكال من الحركة أيضا، بماذا تمتاز؟ بمدارها، واحدة مدارها مثلا دائري، واحدة مدارها بيضاوي. دخلنا في المدار أيضا. طيب حتى في المدار نلحظ شكلين لتشخص الحركة، سأعطي مثال. أنت أتيت بهذه الكرة تتحرك بشكل دائري، الحركة في الوضع هنا. طيب موقع الحركة تحدد، حركة في الوضع، مدار الحركة تحدد شكل دائري. مع ذلك قد
ترى نوعين من الحركة هنا، واحدة تدور من اليمين إلى اليسار، وربما أيضا واحدة ثانية تدور من اليسار إلى اليمين. كلاهما مشترك في الموقع، كلاهما مشترك في المدار، لكن نقطة الاختلاف الموجبة لتشخص الحركات ما هي؟ الجهة، جهة الحركة. إذن أنا في الموقع كان عندي عنوان عريض، في المدار دخلت أكثر، في الجهة دخلت أكثر. إذن أول مشخصات الحركة موقع الحركة، ثاني مشخصات الحركة مدار الحركة، ثالث مشخصات الحركة جهة الحركة، رابع مشخصات الحركة السرعة. سرعة الحركة، سرعة الحركات مختلفة. ممكن أنا أسير في المكان بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، وأنت تسير أيضا في المكان بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. الحركة في المكان، مدار الحركة خط مستقيم، خط مستقيم نسير كلانا نسير خط مستقيم. جهة الحركة كلانا أيضا جهتنا إلى تلك المدينة، مشتركين. لكن ما الفرق بيني وبينك؟ الفرق في سرعة الحركة. أنت سرعة الحركة 60 كيلومتر في الساعة، أنا سرعة الحركة عبارة عن 20 كيلومتر في الساعة. كذلك الحال في حركة الكرة هذه التي مثلنا بها. نعم، ربما كلاهما يسير من اليمين إلى اليسار، لكن واحدة بسرعة 1000 دورة في الدقيقة، وواحدة بسرعة 500 دورة في الدقيقة. فإذا جهت إلى درجة السرعة أيضا توجب تشخصات للحركات في الخارج، فتتمايز الحركات في الواقع الخارجي عن بعضها البعض أيضا في جهة سرعتها. هذا في المكان، أيضا ممكن يكون في الوضع كما مثلنا في كذا، وممكن يكون أيضا في مثلا في الزمن، كما يقال عن أن بعضهم يطوي الزمن، ربما يطوي الزمن فترة معينة مثل بعض الموجودات هكذا مثلا يقولون. وربما أيضا في الجوهر، مثلا عندما تقول أنت رمى موسى العصا، هذه العصا التي رماها موسى حصلت فيها حركة جوهرية، لكن غاية الأمر أن هذه الحركة الجوهرية كانت سريعة، ربما العصا تصل إلى حية لو كانت الحركة بطيئة في الوضع الطبيعي، لكن تحتاج إلى وقت طويل. هنا الحركة سريعة في الجوهر أدت إلى التحول إلى الحية مثلا أو إلى الأفعى، مثال أقول. فإذا هذه نسميها درجة السرعة في الحركة. إذا صار عندنا كم مشخص؟ 4 مشخصات في الحركة. المشخص الخامس التسارع. ما معنى التسارع؟ التسارع هنا بمعنى السرعة مختلفة فيما بينها. تصور معي سيارة تسير والسائق يضع رجله على المكان الذي يعطي البنزين بشكل معين، بحيث تتحرك السيارة مندفعة مزدادة سرعتها بشكل تدريجي، صحيح؟ فتزداد السرعة. قبل 5 ثواني كانت السرعة عبارة عن 10 كيلومتر في الساعة، بعد 20 ثانية وتزداد السرعة صارت السرعة عبارة عن 20 كيلومتر في الساعة مثلا، بعد 20 ثانية صارت السرعة عبارة عن 50 كيلومتر، لأن الكيلومتراج هذا الذي يعطي المؤشر يرتفع، صح؟ طيب، هذا بنسميه تسارع نحو الأعلى. مرة أخرى لا، يسير بسرعة ولكنه يضع رجله على الفريم، يعني تعبيرنا على هذا الكابح، ها المكبح الذي يخفف من درجة السرعة. هذا التخفيف من درجة السرعة يؤدي به تنزل السرعة بشكل تدريجي، وربما لا ترتفع السرعة ولا تنخفض وتسير على وضع واحد. فإذا كان هناك ارتفاع في درجة السرعة، أقول هذا يتسارع نحو الأمام. إذا كان انخفاض في درجة السرعة، هذا يتباطأ في السرعة، وإذا كان تساوي فهناك تساوي. فكلاهما بسرعة واحدة لكن واحد يتباطأ وواحد يرتفع، أو كلاهما بسرعة واحدة ولكنهم متساويان، يعني هذا نسميه التسارع أيضا. إذا كان نحو الأعلى نسميه التسارع الإيجابي، إذا كان نحو الأدنى للتسارع السلبي أو متساوي الطرفين. المشخص السادس والأخير فاعل الحركة. فاعل الحركة أيضا شكل من أشكال تشخص هذه الحركة، يعطيها تبلور في الخارج. مرة بيكون فاعل الحركة فاعل إرادي مثل الإنسان، مرة بيكون فاعل الحركة فاعل طبيعي، موجبات طبيعية توجب حركة. الأرض عندما يحدث فيها زلزال وحركة، هناك فاعل لهذه الحركة لكنه فاعل طبيعي. أما أنا عندما أقوم بهز الخزانة مثلا، هنا لها فاعل، لكن هذا الفاعل فاعل إرادي. يقول المصنف هنا تتمايز، نقول هذه الحركة ذات الفاعل الإرادي، هذه الحركة ذات الفاعل الطبيعي، بل أكثر من ذلك، حتى لو كان كلا الفاعلين طبيعي أو كلاهما إرادي وتناوبا على هذه الحركة،
أين تتشخص الحركات؟ مثلا الطائرة تمشي ولها موتورين، وكان يتحرك الموتور الذي على اليمين، ثم في لحظة واحدة انقطع الموتور على اليمين واشتغل في نفس تلك اللحظة الموتور الذي على اليسار. هنا يخيل إليك أنها حركة واحدة، ولكن مع ذلك أنت تستطيع أن تميزها من خلال فاعلها. تقول هذه حركة الموتور الأول وتلك حركة الموتور الثاني، فهذا تمييز. فصار عندي حركتان، تشخصت الحركتان، وإن حركة للوهلة الأولى أنها عبارة عن حركة واحدة. فإذا مقومات الحركة 3 ومشخصات الحركة 6. ما هي مشخص الحركة؟ موقع الحركة، مدار الحركة، جهة الحركة، سرعة الحركة، تسارع الحركة، وهذا الأخير اللي أخذنا فاعل الحركة. يبقى عندنا لوازم الحركة ستأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.